هاني اخويا كل ما اجيب قدامه سيرة اليوم اللي عربيتكم عطلت فيه بيركبوا 100 عفريت. هو السواق بتاعكم عمل ايه يا بنتي فيه؟ عاطف السواق ابن بلد كان متغاظ منه عشان لقاه واقف مستنيني، ده اكيد وراه الويل. ده مرمطه بين الورش والميكانيكيه. انت عارف رجع لنا الساعه كام؟ عاطف قال لي اذان الفجر. احسن خليه يتعب عشان يعرف يوصلك. بس انت بقى عندك النيه يا نانا. لا يا نهى ما تعشميهوش، هاني فعلا مش شبهي. ليه يا نانا؟ هاني خريج صيدله وماسك صيدليات بابا كلها ويقدر كويس قوي يعيشك كويس. هي باللي يعيشني كويس يا نهى؟ انت بجد مقتنعه ان اخوكي ده ممكن يشيل مسؤوليتي ويبقى راجل كده؟ انا عارفه انك استحاله تقتنعي باللي انا بقوله عشان اخويا، بس والله بقولها لك بجد. سيبك من شعره ومن شكله، كل دي مظاهر خارجيه يا نانا. لا يا نهى، المظهر بيدل على الشخصيه. كمان انت بتتكلمي في شعره اللي هو مختار قصته بنفسه، ولا التاتوهات اللي مغرقه دراعه اللي هو برده مختارها بارادته؟ وكمان ده بعيد عن شخصيتي تماما، وانا اساسا قلت مش عايزه اتجوز. شكرا شكرا شكرا، اشكركم. اتفضلوا اقعدوا. اتفضلوا اتفضلوا. الحقيقه انا مش عارف اقول لكم ايه على محبتكم دي وعلى اهتمامكم بيا وبالسؤال عني وعن صحتي، وبالذات طبعا تلمستي الانسه نانا اللي ما سابتنيش يوم واحد ما سألتش عليا فيه. أنا هفضل مديون لكم بحياتي كلها لحد آخر يوم في عمري، لأنكم لو ما لحقتونيش في الوقت المناسب أنا كان ممكن أروح فيها الغيبوبة دي. وعشان كده أنا أخدت عهد على نفسي إني أبذل أقصى ما في وسعي عشان كلكم لازما ولا بد تاخدوا امتياز في مادتي، وهو ده رد الجميل اللي أنا لازم أرده لكم.